عيد ميلاده نقول له كل سنه طيب. لا يا ابني، عيد ميلاده ايه؟ مستضيفينه فبنقول كده. يعني ما نقولوش كل سنه طيب؟ نقول كل سنه طيب في الابو، كل سنه وانت طيب علوه. كل سنه وانت طيب علوه. على فكره انا بعتبر علي من اهم الناس اللي لعبت في المكان ده. يعني يعني بالمقارنه مع كابتن ربيع ياسين ومحمد عماره وسيد معوض وجيلبرتو وكل الناس اللي لعبت المهمه في المكان ده، هو من اهم الناس اللي شاركت في المكان ده. اه والله انا بحبك قوي علي بقدر ما اسعدتنا، ربنا يخليك لينا علي يا رب لغايه ما تعتزل تفضل في الاهلي بجد. لو عايز اي حاجه قول لي، انا وفهمي عيننا الاثنين ليك، احنا اهلاويه كبار قوي. لو اي حد ضايق قول لي الخطيب حبيبي. حبيبي عينو حبيبي. يعني انا شخصيا بشكر الفنان الكبير بيومي فؤاد والفنان الكبير احمد فهمي. يعني خلاص يعني لا لو اي حد مضايقك ولا مزعلك انا بيومي فؤاد على طول. لا انا نحبهم الاثنين، نحبهم برشا. يعني بيومي فؤاد نتفرج على افلامه في الفتره الاخيره، الكل من الفنانين الممتازين اللي بيدخل الفرحه للانسان. كيف كيف احمد واخوه كريم، نحبهم الاثنين. فشكرا على الكلام الحلو هذايا، وانا حتاج كابتن استاذ بيومي في موضوع كذا اكلمه ان شاء الله. طيب تمام. كابتن علي اخيرا عايز كلمه منك او رساله منك.